السلام عليكم، معاكم أخوكم الدكتور حمود الرشيدي، اختصاصي الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير، حاصل على البورد الكويتي في الجراحة العامة وحاصل على زمالة جراحة المناظير والسمنة من جمهورية البرازيل. حاب أتكلم عن تقنية جراحية جديدة نقدمها لكم في مستشفى رؤية الحياة، ألا وهي إجراء العمليات الجراحية باستخدام المناظير المصغرة، أو بمعنى آخر إجراء العمليات الجراحية كالمرارة من غير غرز جراحية. ولما لهذه العمليات من أثر إيجابي على صحة المريض سواء من الناحية الجمالية للجروح أو مقدار الألم ما بعد العملية، حرصت أثناء أدائي لزمالة جراحة المناظير على تعلم وتطبيق هذا النوع من العمليات بشكل دقيق على يد أحد أشهر الجراحين عالميا في هذا المجال ومخترع المناظير المصغرة الحديثة الدكتور غوستافو كارفاليو، وشكرا لكم.